من يملك غذاءه يملك قراره. هذه المقولة تربينا عليها وتعلمناها على مر السنوات، ومنها استلهمت الدولة المصرية خطتها في التنمية وفي توفير الغذاء. مبادرات عديدة طرحتها الدولة المصرية في شكل مشروعات قومية عملاقة، مشروع المليون ونصف مليون فدان، مشروعات الثروة السمكية، ومشروعات التاج الحيواني والداجني. حقيقة الأمر هذه المبادرات لا تسعى الدولة أنها تنفذها كجهة مالكة ومنفذة، ولكنها تأخذ زمام المبادرة لطرحها لشباب مصر وللمستثمرين وللقطاع الخاص في مختلف المجالات. جولتنا النهاردة في أحد هذه النماذج، نموذج مصري أصيل، نموذج مصري يجب أن يحتذى في الفكر الزراعي وفي التنوع وفي مناسبة المزروع على الأرض وعلى المناخ وعلى الماء. الزراعة الآن أصبحت صناعة ولم تعد هي الحرفة التي ورثناها عن أجدادنا وعن أبائنا. هذه الصناعة تعتمد على القيمة المضافة وكذلك تعظيم القيمة وتعظيم المردود. الفكر الاقتصادي هو من يحكم صناعة الزراعة الآن. احنا هنا النهاردة ضيوف على شركة إفرولاند في موقعها في وادي النطرون. حقيقة التجربة شدتنا في مساحة تقريبا حوالي 2000 فدان، معمول نموذج لمشروع زراعي لإنتاج الزيوت وهو مشروع لزراعة الزيتون، وكذلك مشروع لإنتاج الرمان اللي بيتصدر للخارج لاستخدامه في الصناعات الدوائية، وكمان في مشروعات للثروة الحيوانية والثروة الداجنة. هو نموذج لاستغلال أو لأفضل استغلال للمساحة وإعلاء القيمة من وراء هذا العمل. النهاردة هناخدكم في جولة مع القائمين على الشركة، مع المهندس عادل زيدان رئيس مجزرة الشركة، وهو رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف مليون فدان. هناخدكم معانا وإن شاء الله تكون جولة نقدر ناخدها نموذج لما يمكن أن يكون عليه الاستثمار في صناعة الزراعة. احنا النهاردة في جولتنا على أرض المشروع، على أرض الواقع والطبيعة في شركة إفرولاند. حقيقي يمكن كان في مناسبة النهاردة. النهاردة أول يوم لتدشين البير، بير المية رقم 20. إيه معنى بير المية رقم 20؟ طيب إزاي نقدر ننطلق من النهاردة لنشرح رؤية الشركة وإيه معنى البير 20 بالنسبة لهم؟ عشان كده معنا لقاء مع السيد اللواء سامي حمودة المدير التنفيذي للشركة. أهلا سيادة اللواء. سيادتك فندم، ماذا يعني لكم البير رقم 20 النهاردة؟ بير رقم 20 معناه 100 فدان هيتزرعوا. معنى 100 فدان هيتزرعوا يعني 100 فدان انتاج زراعي هيضاف للناتج القومي المصري. معنى بير منتج ويتربط مع الشبكة الرئيسية في أرض المشروعات ان انا هضيف 100 فدان زيتون فيهم 26500 شجرة زيتون هيضافوا للرقعة الزراعية المصرية. معنى كده ان قبلهم 19 بير يعني حوالي 1900 فدان. ده البير رقم 20 في مشروعات الشركة. وديت معناها ان احنا زرعنا 2000 فدان لغاية دلوقتي. وديت طبعا يعني 100 فدان زراعة، دي معناها ايد عاملة، معناها انتاج، معناها رواج، معناها المنطقة تخضر، معناها ان انا بضيف للناتج القومي انتاج 100 فدان ارض. بالنسبه لرؤيه الشركه بشكل عام، يعني رؤيه الشركه هنا في اراضي الشركه او مشروعات الشركه في وادي النطرون، احنا مستهدفين ان احنا هنا انضف شجره او احسن زراعه تتزرع هنا هي شجره الزيتون. في مبادره من وزاره الزراعه لزراعه 100 مليون شجره زيتون، احنا مستهدفين ان احنا نزرع منهم 1000 فدان زيتون. معناها ان احنا نزرع ربع مليون او اكتر شويه شجرة زيتون منتج.
وديت ان شاء الله كل مشروعات تفواض النطرون هنا مركزين جامد على انتاج الزيتون وانتاج الزيت عشان الفجوه الضخمه اللي موجوده في مصر بتاعه المحاصيل الزيتيه. وطبعا زيت الزيتون ده قيمه مضافه عاليه جدا، وبالنسبه لاي مزارع عائد العائد بتاعه اقتصادي ومعقول جدا، بس طبعا بيتاخد بالاساليب العلميه في ادارته وزراعته، وده اللي احنا بنقوم بيه في شركه افرولاند. شكرا سيد. العفو فضل. احنا هنا في موقع تاني في مشروع افرولاند في وادي النطرون. ميزه المشروعات الزراعيه انها بتستوعب عماله وبتستوعب مهندسين وبتستوعب عماله عاديه، ويمكن زي ما قلت من شويه الزراعه اصبحت صناعه متطوره جدا. النهارده على ارض الواقع هنلتقي ب يعني النماذج اللي شغاله في هذه المشروعات، هيكلمونا من ايه اهميه المشروعات دي بالنسبه لتوفير فرص العمل، ايه هم بيشتغلوا ازاي. وهنبدا مع المهندس فارس سعيد، مستشار شركه افرولاند للاستصلاح واستزراع الاراضي. بالنسبه للاساليب الزراعيه الحديثه، طبعا في تكثيف الزراعه حاليا بنزرع 4 في 5، ومستقبلا ان شاء الله يبقى 4 في 4 لزياده عدد الشتلات في الفدان واستخدام الاجهزه الحديثه في جمع الزيتون، زائد ان في الاساليب التقليم والتربيه والتسميد، والحمد لله احنا كل استخداماتنا هنا حاجات طبيعيه بحيث احنا بننتج ثمره طبيعيه الى جانب زيت طبيعي، بالتالي يبقى في صحه عامه. كده احنا عرفنا من الاستشاري الزراعي للمشروعات ازاي يعني او ايه رؤيتهم بالنسبه للزراعه، احد شباب المهندسين بقى الشباب المصريين اللي هم عايزين نعرف بقى ايه اهميه المشروعات دي بالنسبه لهم. طبعا مهندس وائل سعيد، مهندس في شركه افرولاند. طبعا هنا الشركه هنا بالنسبه لي كده اتاحت لي فرصه لاطبق تقنيات حديثه، بطبق تقنيات حديثه في الري والاساليب الزراعيه، كمثلا برنامج تسميد طبقناها اللي هي مطبقه مثلا في هولندا بره والدول الاوروبيه، قدرنا نطبقها هنا وقدرنا في ارض الواقع خلاف عن اي شركات ثانيه بالرؤيه طبعا للرئيس مجلس الاداره اللي احنا نطبق الانظمه. وطبعا بيفضل يشجعنا في التحفيز على طول اللي احنا نطبق الانظمه الجديده ونستخدمها ونستفاد بيها هنا ونستفاد بالتعليم اللي احنا اتعلمناه في الكليه وكده. انت شايف ان هنا في اضافه ليك اللي اتعلمته في الكليه من واقع عملي بقى؟ طبعا اضافه كبيره جدا بالنسبه مثلا اداري او فني. طبعا قبل الاستشاريين بيعلموني طبعا اللي هو فن الاساليب الجديده، طبعا ممكن ما اتعلمتهاش في الكليه، طبعا هم علموها عشان طبعا بيسافروا بعثات بره بيجيبوا معلومات جديده في ابحاث علميه احنا بنعملها. عاملين هنا مكتب استشاري هنا موجود عندنا في الموقع، في استشاري بنستنبط الاصناف الحديثه، بنختبر اي صنف قبل ما نزرعه والاسمده. طبعا من الحاجات دي كلها استفاده ليا، طبعا اتعلمتها معلومات كبيره جدا استفاده يعني. جديد في نقطة جديدة في مشروعات افرولاند في وادي النطرون. معنا اللواء ربيع الصاوي وهو المدير العام للشركة، هنتكلم معاه ازاي قدروا يأهلوا الشركة لدخول عصر الميجا بروجكت او المشروعات العملاقة اللي بنتكلم عنها، سواء في غرب المنيا، سواء في وادي النطرون، سواء في اي موقع اخر، او بتنوع هذه المشروعات. اللواء ربيع، اهلا وسهلا. اهلتوا الشركه للدخول هذه المشروعات العملاقه؟ احنا خدنا رؤيه الدوله في توسيع الرقعه الزراعيه والاستثمار الزراعي وزياده الرقعه الزراعيه وخلخله الوادي القديم الى الظهير الصحراوي لزراعه اراضي جديده وخلق مجتمعات عمرانيه جديده. خدنا الفكره من خلال ما طرح من الاستاذ عادل زيدان مدير رئيس مجلس الاداره ان تبقى شركه مساهمه في اصلاح الاراضي وتماشيا مع اساس الدوله حتى الرؤيه 2030، ان احنا نقدر نعمل كيان منتج مفيد جاهزنا لكل الحاجات دي، وابتدينا نحط ايدينا على الفكره المطروحه ونجهز شركتنا كهيكل اداري فني من حيث الخبرات والكفاءات وتوفير فرص عمل من خلال الاطروحه الجديده لاصلاح الاراضي في شركه افرولاند. لو تكلمنا عن العماله واللي بتستوعبها مشروعات الشركه والخطه خلال حتى الخمس سنوات اللي جايه. اول خطه موضوعه مسبقا بحيث ان بحسب الاحتياجات الزراعيه لكل فدان تقريبا بيحتاج عامل او 2 عمال. الموقع اللي احنا فيه حاليا حوالي مخصص للشركه فيه 2000 فدان، حاليا بدانا باذن الله الحمد لله تعالى في بزراعه
عدد 200 فدان، يعني حوالي 200 فدان 200 عامل، اضافه الى المهندسين الدائمين، اضافه الى العماله الاداريه، اضافه الى الموظفين القائمين على توفير وانشاء البنيه التحتيه من شبك مياه وطرق واصلاح اراضي. شغالين حاليا دلوقتي في زي ما انت شايف، بدانا بزراعه حوالي 20 فدان زيتون في الموقع ده حاليا، من احد مواقع الشركه المستهدف زراعته خلال هذا العام حوالي 200 فدان. شكرا استاذ، شكرا سيادة، شكرا. دلوقتي معانا لقاء مع قائد منظومه العمل في شركه افرولاند، المهندس عادل زيدان. هنتكلم معاه رؤيه الشركه، رؤيته الشخصيه في اللي شايفه في المشروعات التنمويه العملاقه اللي بتتبناها الدوله المصريه حاليا، وهو ازاي فكر وخطط وجهز كل الامور لاقتحام والمشاركه بقوه تلبيه لدعوه الدوله المصريه بوجوب مساهمه المستثمرين من ابناء الوطن في عمليه التنميه واعاده بعث الاقتصاد المصري من جديد. مهندس عادل، مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا بيك فندم، واهلا بسعادتك. حضرتك لو عايزين نعرف بقى عن قرب يعني رؤيتك او رؤيه افرولاند الرئيسيه اللي بناء عليها خططت لهذه المشروعات. والله فندم احنا رؤيتنا هي تقريبا رؤيه الدوله، يعني احنا رؤيتنا منبثقه من رؤيه الدوله في اقامه مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية جديدة، وده شفناه في رؤية السيد الرئيس في مشروع المليون ونص فدان وخطة التوسع الزراعي الكبيرة وقرى الظهير الصحراوي اللي كانت في ضمن برنامج سيد الرئيس الانتخابي. الحقيقة شركتنا، شركة أفرولاند لإدارة المشروعات، هي شركة قامت بفكر شباب، يعني أراد التحدي ضد مقولة من نحن لكي نفعل. جئنا عشان نعمر الصحراء وفق نظام تشرعه لنا الدولة المصرية، بنعمل كلنا في ظله، شايفين ان بلدنا محتاجة كل ايد نظيفة وجدة عشان نبني البلد دي جنبا الى جنب مع الحكومة. فالحقيقة قلنا لازم نشتغل في اقرب حاجة لينا نقدر نعملها في البلد ونقدر نفهم فيها او نستعين بخبرات فيها، مش متوقفه على ان انت تبقى انت الخبير، ممكن تستعين بالخبراء فيها. الحقيقه كانت او كان الاستثمار الزراعي. احنا بنستهدف هنا في منطقه وادي النطرون، بين هنا بنحوز بعد فضل الله سبحانه وتعالى 2000 فدان. بنستهدف بعض المشروعات، اولها هو مشروع انتاج الزيتون. احنا هنا التارجت بتاعنا ان احنا نزرع 1000 فدان زيتون ضمن ال 2000 فدان اللي تحوزهم الشركه في هذه المنطقه. بفضل الله سبحانه وتعالى زرعنا 250 فدان منتجين زيتون، وفي المكان اللي احنا واقفين فيه ده بنزرع هنا 300 فدان زيتون. اي طبعا موقع بناخده حضرتك بنوفر فيه سكن للعمال، فدي عماره هي قدام حضرتك لسكن العمال، وعندنا ادي اداره الشركه، وادي مكان تاني هو سكن العمال. في المنطقه دي احنا بنزرع في 300 فدان دول ضمن ال 1000 فدان اللي احنا مترجتين نزرعهم، فدول 300 فدان لزراعه الزيتون. النهارده بفضل الله حفرنا اول بير، احنا هنا هنحفر 3 ابار في ال 300 دول، لان الارض هنا تقع في زمام هيئه العامه للمشروعات، ودي كانت تراخيصها الاول كل 100 فدان بير مع طبقا للمخزون الجوفي للميه هنا. يمكن في مشروع مليون ونص البير هناك بيخدم 230 فدان، نتيجه ان هناك في وفره في مخزون الميه الجوفيه في الاماكن بتاعت مليون ونص، لكن هنا البير ل 100 فدان. فاحنا النهارده حفرنا الحمد لله اول بير من الثلاث ابار في 300 فدان، وزرعنا اول 20 فدان احنا موجودين فيهم اهوت من الزيتون. احنا مترجتين هنا ان شاء الله كل 6 شهور هنزرع 100 فدان. زرعنا الحمد لله 20 من المية الأولى، نهاية 19 إن شاء الله 2019 نكون زرعين 100 فدان، وإن شاء الله في خلال 6 شهور من 20 إن شاء الله بكون زرعين 600 المية الثانية، خلال الست شهور التانيين من 20 إن شاء الله نكون زرعين المية الثالثة، وبكده نكون زرعين هنا
300 فدان زيتون. بالنسبه للزيتون، للزيتون بالنسبه بقى لبقيه يعني احنا كده بفضل الله سبحانه وتعالى نهايه 20 نكون زارعين 550 فدان زيتون، منهم 250 فدان منتجين و300 لسه بنزرع فيهم اهوت، وان شاء الله يبقى لنا كده من الالف فدان بالظبط 450 فدان باذن الله خلال سنه 2021 باذن الله يكون زارعينهم. وده طبعا ان شاء الله باذن الله بنشوف ان ده هو جواز سفرنا اللي احنا بنصيغه للفرص البديله اللي احنا هنلاقيها في رؤيه الدوله 2030 اللي هي رؤيه الدوله في التنميه المستدامه. ده مشروع انتاج الزيتون. عندنا مشروعات تانية في الالف فدان الثاني زي محطه الانتاج الحيواني، احنا بنعمل هنا اكبر محطه انتاج حيواني في وادي النطرون هنا، يمكن على بعد من المكان اللي احنا فيه ده كيلو نشوفها بالكاميرا من هنا، تمام. ودي الاصل المساحه 300 و450 فدان الاخرى بنعمل فيهم، بنعمل محطه انتاج حيواني جنبيهم على طول، بنزرع 300 فدان رمان 116 بهدف التصدير لجلب العمله الصعبه، تمام. واحنا برضو هنشوفهم مع بعض واحنا ماشيين دلوقتي. الطاقه الخاصه بالمحطه الانتاج الحيواني هل تم اعداد دراسه ليها؟ طبعا احنا ان شاء الله باذن الله بنستهدف ان شاء الله باذن الله هنا 10,000 ماشيه باذن الله في المحطه بتاعتنا، وكمان بنستهدف كل بير عندنا هنعمل عليه في قطاع المشروعات الانتاج السمكي، كل بير عندنا هنعمل عليه حوض سمكي، واخد بال حضرتك، وناخد من الحوض يبقى المولد او بتاع البير الاساسي بيرمي في الحوض، والحوض ده بنربي فيه سمك، وبناخد بالمكنه الكلسكار منه نضخ في الزراعه اللي عندنا كنوع من انواع التسميد، واخد بال حضرتك، وكنوع من انواع الاستفاده القصوى من المساحات اللي موجوده عندنا. كمان عندنا مشروع الانتاج الداجيني، واحنا عندنا هنا 12 عنبر على بعد حوالي كيلو ونص من هنا، حوالي 12 عنبر للانتاج الداجيني. طبعا احنا كلنا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده سواء من انتاج حيواني او من انتاج داجيني او من انتاج سمكي او من انتاج زيتون او من انتاج تمور في النخيل البرحي والمجدول، كل دي وفق رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة. احنا لزمن علينا من باب المشاركة المجتمعية ان احنا نوفر فرص عمل للشباب، فاحنا كل 100 فدان عندنا بتوفر 20 فرصة عمل مباشرة ما بين دائمة، ده غير العمالة الغير مباشرة او عمالة اليومية اللي هي خلال العام ممكن 100 فدان توفر ما يقرب من 300 ل 400 فرصة عمل من العمالة اليومية. طبعا احنا النهاردة يعني شايفين ان قطاع الاستثمار الزراعي قطاع كان اهمل كثيرا، الدولة دلوقتي بتشجعه وبتديه حوافز الاستثمار، بنطرح كمان بالمشاركة مع الغير سواء بالإيجار أو يخش شريك معانا أو يخش يتملك معانا، واخد بال حضرتك، بنطرح للمجتمع المصري والمستثمرين صغارهم كانوا أو شباب أو كبار مستثمرين إنهم يستثمروا معانا في شتى قطاعات الإنتاج وشتى قطاعات القيمة المضافة على الأراضي. إحنا بنطرح على عموم الشعب المصري إن هم بنقدم لهم فرص في شركة إدارة المشروعات. احنا عندنا مشروعات للانتاج الحيواني، مشروعات للانتاج الداجيني، مشروعات للانتاج السمكي، مشروعات لانتاج الرمان، مشروعات لانتاج الزيتون، مشروعات لانتاج النخيل، بل بالعكس كمان احنا عندنا مبادره ان شاء الله باذن الله تشوفوها قريب، عندنا ان شاء الله باذن الله واخدين بارتيشن في هايبر ان شاء الله بعد العيد، هنحاول نخلي الناس اللي في زايد في منطقه الشيخ زايد ان شاء الله باذن الله بدل ما هم يزرعوا نخيل زينه في الفيلل، واخد بال حضرتك، يزرعوا نخيل برحي، وعاملين مبادرة اسمها نخلتك ثروتك، بتقدر تستثمر في نخلة. الشركة عندنا بتطرح مبادرة اسمها نخلتك ثروتك، تقدر تروح تجيب نخلتك، تاخد النخلة البرحي من عندنا من هايبر، قيمة النخلة حوالي 2500 جنيه، بيروح نزرعها لك في فيلتك ونراعيها لك مقابل ان انت ناخد منها الفسيلة، تمام. لو حضرتك مش عايز تدفع مقابل للرعاية الشهرية، بناخد احنا نراعيها لك، بتعاقد معاك، بناخد منك الفسيلة، وانت بتاخد انتاج الايه
البلح. احنا عندنا بنطرح من خلال شركة أفرولاند إدارة المشروعات حلول ذكية للاستفادة القصوى من الأراضي الصحراوية. حضرتك قلت مصطلح القيمة، يعني إضافة القيمة أو يعني القيمة المضافة. بالضبط. القيمة المضافة أنك استغلال الأصول في أكبر عائد ممكن تحقيقه. بالضبط حضرتك. فإحنا في شركة الإدارة هنا عندنا بنقول إن إحنا عندنا حلول ذكية وعندنا إدارة استثمار بتطرح على الناس حلول ذكية عشان نستفيد أقصى استفادة من المساحات اللي عنده مساحات صغيرة. نقول له إزاي تقدر تستفيد من المساحة الصغيرة دي بأن أنت تزرع أصناف معينة، زي مثلا لو زرعت، لو أنت عندك فدان واحد وعايز ألف متر يعني 6 قراريط وعايز تستفيد منهم أقصى استفادة، بنقول لحضرتك في الست فدادين دول تقدر تزرع 20 نخلة برحي، واخد بال حضرتك، هيكلفوك حوالي 50,000 جنيه وهيجيبوا لك انتاج سنوي ما يقلش عن حوالي 50,000 جنيه زي دول، واخد بال حضرتك، بنفس الحسبه اللي فاتت معايا حضرتك. فاحنا بنقول العبره مش بالمساحات ولكن العبره بالاستغلال الامثل للمساحات. فاحنا من خلال اداره المشروعات عندنا مكتب او اداره للاستثمار، وعندنا اداره فنية ومكتب فني بيصدر دراسات جدوى بواقع شهري من عندنا بنوزعها على المستثمرين. ان شاء الله في الفيوتشر ان شاء الله باذن الله هيكون عندنا قاعة اجتماعات بندي فيها دورات تدريبية بالاستعانة بالاستشاريين بتوع مركز البحوث. اللي احنا عايزين نقوله ان احنا اي حاجة تطور الزراعة في مصر واي حاجة تفيدنا وتفيد الناس احنا ان شاء الله بنستثمر فيها في الفترة اللي جاية، الاستثمار في العلم. شكرا، مصطلح جميل استثمار في العلم. شكرا مهندس سعد، ربنا يوفقك. اسفين على الاطاله يا خبر، ربنا يبارك فيك. شكرا شكرا. ودلوقتي وصلنا لاخر جولتنا، تجولنا في مكان بيصنع فيه المستقبل، مستقبل الزراعه في مصر. في هذا المكان شفنا البير رقم 20 في أفرولاند في وادي النطرون وهيبتدوا عليه الزراعة، وشفنا زيتون صغير لسه مزروع من شهرين، والمفروض ان كل المشروعات دي والأراضي هتكتمل زي الصورة اللي شايفينها ورايا. هنا المستقبل، هنا الأرض دي وادي النطرون هي مستقبل زراعة الزيتون والرمان اللي بيصدر للاستخدامات والأغراض الطبية. حقيقي احنا حبينا نيجي ونتأكد بنفسنا ان كل ما يقال هو على الأرض الواقع حقيقة، لأن تجربة مجموعة شباب مصريين استثمروا واشتغلوا وتعبوا وبيقدموا نموذج جميل لمصر، نموذج لصناعة الزراعة، نموذج لخلق مجتمع زراعي متكامل. حقيقي شباب مصري مشرف دايما بيشارك بهمة وبقوة في كافة المبادرات وكافة المشروعات القومية اللي بتطرح. هم دول الشباب، هم دول المصريين اللي هيبنوا مصر إن شاء الله. بالأمل التقينا، وعلى الأمل نلتقي في مواقع إنتاجية وصناعية أخرى قريبا، وكاميرا برنامج أنا الوطن على قناة المحور.